فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقال الله إني معكم، هذه معية خاصة، معية خاصة، لأن المعية على قسمين: معية عامة لجميع الخلق بمعنى الإحاطة والعلم، ومعية خاصة بالمؤمنين وهي معية النصر والتأييد. إني معكم أي معية خاصة، وإلا فهو مع جميع الناس بالمعية العامة، لكن بشرط، هذه المعية الخاصة بشرط: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. هذه نتيجة العهد، أنهم إذا وفوا فإن الله يكفر عنهم سيئاتهم، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا وفوا بعهد الله كما قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وإياي فاتقون وإياي فارهبون.